هي اللعبة بقى شكلها حلو ولا حاجة ولا أنا اللي بتهيألي؟ بوش بوش نيش نوش نيش نوش هنا privacy and security يا language language ميوت. بصوا النهارده هنلعب ببجي زي ما انتم شايفين كده، وهنلعب ميوت مرابر ميرامار. مين ميرامار دي؟ انا عندي برد ولا ايه؟ برابار. انا كنت لعبتها قبل كده، كنت لعبتها انا وتابعي ومريم، تمام، وبعدين خسرنا. الموضوع كان مأساوي جدا، تمام، فقلت بقى ايه، خليها العبها المره دي لوحدي والعبها ايه مع تيم، يبقى الموضوع يبقى في حاجتين مع بعض، العب مع ناس معرفهاش وفي نفس الوقت العب في ماب اللي انا اصلا بقالي مده ان انا ما لعبتش فيها خالص. دي تقريبا دي تاني مره المفروض ان انا العب في ميرامار يعني، فربنا يستر. مش ممكن بقى يا جماعه النزول الجميل جدا. معرفش ده كان بوت ولا لا. انا عايز سلاح طيب اشترك في هذه المعارك الجميله جدا. عايزين مني رايح ماشي اللي لابسته اللي هي المنطقه دي فاضيه. بص، هي مشكله مرامار دي اللوت فيها ملوش اي ستيل ثلاثه لازمه يعني، عارف زمايلي رايح. بيصحي زميله. هما زمان كانوا بيعملوا ايه؟ في ظروف فريم شنيع. انا اللي عمل يا عم اقفل يا عم. بصوا هي دي المشكله، كنت قلت قبل كده ان انا عايز اسجل اصلا معاكم وبتاع، بس لسه مش عارف بقى اظبطها ازاي. وهي المشكله كلها في المايكات بقى، دي اكتر حاجه اصلا قلقان يعني. الكواليتي بتاع الصوت نفسه هيبقى الموضوع هيبقى صعب شويه يعني، في اوقات بتبقى الناس ايه بتاخد راحتها شويه، عارف انت اللي هو تلاقي صوت بقى مثلا الناس بتتكلم، ناس مش عارف بتقول ايه، عارف انت اللي هو صوت خلفيه جيران معديه تقريبا حاجه زي كده، فالموضوع بيبقى صعب في كده يعني. فده اللي لسه عمال اظبط عليه. هننزل فين يا برينجي؟ هنزلهم انا وخلاص. انفايت انفايت يلا. اوكي، رقم واحد مع نفسه، رقم اتنين ما تعرفش هو نزل فين. تقريبا احنا مش هنوصل، تقريبا هنوصل متاخرين، هنوصل في الصحراء، هننزل على جبل. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا على البوق جايلك. تقريبا واحد كان نازل معانا وكان فاكرني باط عشان كده ما ركزش معايا. هات 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 الحاجه، هات الحاجات بتاعتك. انا اسف بجد. ده بوت، ده مش بوت. الهري ده انا ده كنت فاكره بوت، اللي خلاني ما ركزتش معاه. ايه ده؟ في ايه ده؟ مين دي؟ ايه الحاجات دي؟ ايه يا فودكا عامل ايه؟ المشكله ان لما هاجي العب معاكم في ناس اوقات بتبقى ايه مثلا بتلعب على الكمبيوتر مثلا ولا حاجه، ومثلا بيلعب اللعبه مثلا مش على سماعات، مشغل السبيكر، فانت بقى هتلاقي حاجات غريبه، تبقى انت سامع صوت اللعبه وسامع حد بيتكلم، في حد تاني تقريبا معدي في الشارع، في حد كان بيذاكر تقريبا، في حد بيمتحن، مش عارف مين بينادي، بتاع اللبن كان معدي مش عارف مين، معطيات معديه من تحت عماله بتنده على جارتها، مش عارف انت اللي هو الجو ده. فلو عملت الفيديو ده بقى ما حدش ركز مع الاصوات، هساعدها حتى جدا في المونتاج يعني. مش ممكن بقى يا جماعه انا الدخول من عيل ب 60 نيله معانا ناس. لا حول ولا قوه الا بالله. اطلع انا فوق. ايش اللي تسع رصاصات يخرب بيت الهري؟ عايز سلاح، عايز سلاح، عايز سلاح. رقم 4، رقم 4، تعال انا معي طرف فلير، انا رقم 3. تمام تمام. ايش يا عم في ناس فوق. سلامات، يلا سلامات.
يخرب بيت الهاري يا عم. صحابي ريحوا، صحابي ريحوا تريحه يا عينب. مش قال ان هو معاه طلق فلير يا عم الهاري ده؟ ومش قال ان هو معاه طلق فلير؟ اللعبه كانت هتقطع في الحته بتاعت الشوجن. دي المشكله. بص دي المشكله اصلا ببجي موبايل. انا بحاول ان انا بحل الموضوع ان انا بحاول ان انا اتدرب اكتر اصلا على ببجي بي سي عشان ان انا انزل ببجي بي سي اكتر عشان الحاجات اللي زي كده يعني. عارف بيبقى الموضوع مأساوي جدا يعني. عارف بيبقى الجيم ماشي ظريف جدا تمام وفجاه حاجه زي كده تنهي لك الجيم. شكرا. وقال لي انا معايا طلقه فلير. لا حول ولا قوه الا بالله. قعدت فتشت البتاع ولا اي حاجه. مش معايا يا عم طلقه فلير. ايه الصحرا دي؟ فور روف ازاي معاه ايه؟ طيب مش ممكن يا جماعه المامه الكبيره جدا؟ نزلونا يا عم، نزلونا في اي حته يا عم مش هتفرق. ايه الكوخ اللي احنا نازلين عليه ده يا جماعه؟ ورا مين؟ هات يا عم اي حاجه. هات السيطات دي حلوه بتنفع بعدين. هي ظريفه المابه بس تحسها صحراء يعني. عارف انت كئيبه ما فيهاش حد يعني. الفيديو ده مثلا لو اتعمل هيبقى بالشكل ده. عارف انت صوت صرصار الحقل. نعمل تيست بس للسلاح نشوف بس كل حاجه شغاله ولا لا. بعمل تيست للسلاح يا جماعه. محدش اتخض، محدش اتخض. مش ممكن يا جماعه على دخولي الجميل جدا. اهلا بكم في هذه المابه اللطيفه جدا. اهلا بكم في هذه الصحراء الجرداء لا زرع فيها ولا ماء. فين الناس يا اخوانا؟ يلا على خير. شكلهم فاهمين، شكلهم فاهمين. الله يا نجم. معانا واحد مصري اللي هو سبايدر سامح، سامح العنكبوت. فين يا برينجي؟ خليني امزمنها عشان لو حد فينا وقع. طلع لك واحد، طلع لك. طيب يا عم ايه؟ فين الناس بقى؟ هي دي المشكلة بقى لما بتنزل المنطقة زي كده، المنطقة تحس انها مهجورة، ما فيهاش حد، فجأة في ضرب في كل حتة، ما تعرفش بقى في ايه، دخول مفاجئ. اطلع بقى يا عم، قللتكم امطين الطين، ده انا معايا اس كي اس. ايه ده؟ خطف الكلاية. انا كنت موقع واحد، واحد صحاه زميلي راح مريحه. ايه الهري ده؟ ايه يا عم الهري ده؟ اوكي واضح ان اكيد في وقت مناسب. باي. يلا يا عم اعمل لنا جو ميكروباصات. طب انا بهزر على فكره، هو ليه خد الكلام بجد؟ يا عم سبايدر انزل يا شرح. مش ممكن يا جماعه معارك الويستر بتاع دوت تحس ان انت عارف مفكرني في فيلم الطيب والشرس والقبيح. كان جو صحرا برده كده. هياخد العربيه، هياخد العربيه. في فيلم كده كنت اتفرجت عليه مش فاكر اسمه كان ايه، كان نفس الجو ده كده. كان واحد المفروض خطيبته اتخطفت تقريبا، في ضابط جه خطفها وداها للعالم اللي هو السفلي، المفروض ان هو يروح ينقذها في خلال يومين او يوم تقريبا حاجه زي كده يعني. فيلم رعب على ساينس فيكشن على بتاع، بس رعب اللي فيه هاري يعني. بس اتفرج عليه؟ لا ما اتفرجش عليه يعني. في افلام بتفرج عليها من فتره وبعد كده اتفرج عليها تاني اقول يا رب ايه الهاري ده؟ الفيلم ده كان عاجبني ليه؟ بس في حاجات بفتكرها مجرد ان هو ايه نوستالجيا كده. عارف انت اللي هو ايه بتقعد تفتكر بقى ذكريات ومش عارف ايه حاجه يعني. عايز الحرق يعني. الناس دي شكلها فاهمه. الواد اخد هيد شوتس. انا موت حد، موت حد. ليه انا يا سبايدر؟ اوه ده انا الف ارتكت بيبي يا ابو سمعه. جاي لك يا صاح، جاي لك يا صاح. استنى يا نجم زميلي هنريح، هنريح. مش ممكن على المأساة اللي هتحصل دلوقتي. في موتوسيكل انا كنت انا ممكن اقول خرب بيت الهاري هموت. لا هو
وايه اللي حصل؟ خرب بيت الهاري يا عم، وانت المزاع والناس عماله تتفرج. بريب 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 يا برينج يرب. انا عايز بوستر، عايز بوستر بسرعه. انا الخوذه متدمره، كل حاجه متدمره. شكرا يعني يا حزيمه. استنى بس البيت اللي جنبك ثاني، حاول حاول تخش القبه. لا هيكيفك قلت بيت ثلاثه قدامك اهو. ايوه في واحد اللي هو بس انا الصوت بتاعكم بيقطع، فانا مش مش سامع الصوت كويس. هو هو بس اطلع بالراحه، اطلع بالراحه ثاني. وشك اهو، وشك اهو. ايوه انت بقى اطلع بس. انيميز اهيد، ممكن اطلع البيت وهم لو عملوا بوش عليا يبقى كده خلاص. مرة اتحمس قوي كده اللي خلاني طلعت على السلم. انا قلت هطلع المبنى، المبنى جوه الزون، هطلع على السلم هبقى انا ماسك انجل واحده عليها وهم هيجولي من حته واحده بس، فمحدش يعرف يجيلي من كذا حته. وبعدين كانوا عايزين يعملوا لي ترول اصلا ويضربوني بالطاسه. سجل سجل يا ابو اسماعيل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو حابين نشوف فيديوهات ثانيه من ببجي تاكدوا تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو بس بقى كل مره كده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. بسرعة بسرعة. very low. okay. في ناس جاية، في ناس جاية علينا. يا عبد الله زينة.